أنا اسمي زروق بالقاسم المكنى أبو أنس، التحقت بالجماعات المسلحة سنة 2000 سبتمبر 2005 بمنطقة بن خطة بجيجل. ربط الاتصال مع الجماعات المسلحة عن طريق المدعو الرابع أبو دجانة، كنت نتلقى به في مسجد الحي تاعي، حي شوف الكداد سطيف. سبقني الجبل بثلاث شهور، وكان عندي رقم الهاتف تاعو. من بعد نسقت معاه وطلعت. من بعد مهم التحقت، أول مرة حطيت رجلي في الجبل كان في مكان واسمه الحرمة في بني خطة. ومن ثم بديت كما يقولوا حياة أخرى مع جماعة المسلحة في واقع واحد أخر كما يقولوا. النشاط تاعي كان من في منطقة جيجل وبابور وسكيكلا. أول مرة التحقت في جيجل، ومن بعد قعدت حوالي عام وزيادة، ومن بعد رحت لبابور. بعد بابور عاودت رجعت لجيجل، قعدت مدة واللي دخلت سكيكدا. الوقت هذا كانت الظروف ماشي صعيبة بزاف، لأن كاين أفراد من المنطقة هما اللي يروحوا يتولوا الأمر تاع مثلا التموين وتاع، وكانت المراكز كان مثلا مازال أخرى للجماعة الكتائب السرايا والكتائب متمركزين في مراكز. من بعد تدريجيا حتى بالتحديد كما يقولوا سنة 2012 و13 والأخرى، ثم بدأت القوات الجيش بدأت تشدد الحصار على الجماعات المسلحة، العمليات المرتبة من طرف الجماعات المسلحة. وكاين عملية الشركة الأمنية تاع سباس منطقة تزرار، ثم استهدفنا هذا أفراد الشركة كانوا يحرسوا شركة أمنية تاع الكهرباء، والحصيلة تاعها كانت مقتل 9 أفراد من أفراد الشركة الأمنية، ومقتل عنصر من حنايا، ودينا لهم زوج خماسيات مضخات خماسية. وكنت اسمها تنقل بين جيجل وسكيكدا اسمها روتيني، كما شغل حسب الحالة. ديما يكون فيه الحذر من كمائن الجيش، من كشف المواطنين. اما كنت في بابور كانوا درنا بعض التفجيرات، استهدفت افراد الحرس البلدي، افراد الجيش. المكان هذا كنا حاصرنا الجيش، احنا جينا له في هذه الفتره قبل ما يحصرنا الجيش بحوالي اسبوع. احنا كنا تما خلصت لنا الماكله وما عندنا تقريبا والو، كنا مخبيين شويه ماكله في واحد المكان تحت الكوفيه هذا. من بعد احنا جينا في الليل بعد المغرب طالعين باش نروحوا للمكان هذاك نجبدوا الماكله. من بعد خرجنا في قريبت احنا في كمين تاع الجيش، تسمى خرجنا في تسمى ما على بالناش لا فقلنا ولا ما فقلناش، مهم قاعد تسمى اختلاف بين. من بعد رجعنا عاود ولينا للمكان هذاك وريحنا فيه بالك 4 أيام. قلنا احنا رايحين نغيروا المكان ونتنقلوا. من بعد مرض لنا فرد من تاوعنا، زدنا ليله
هذيك الليله اللي زدناها الصباح صبحنا مطوقين من افراد الجيش. من بعد تنقلنا من المكان هذاك اللي كنا فيه باش اسما نريحوا في كان شي مكان فيه الغابه كثيفه شويه. لا اسما لا عدله ما اسما كيفوتوا ما يشوفوناش ولا. لكن في النهار هذاك تاع اللي صرا فيه الاشتباك اسما جاو هابطين علينا مباشره افراد الجيش. بدينا كل واحد يسقم روحو يتخبى وكيف اسما المهم خرجوا فينا سواسوا. بعد هذا واحد من افراد تاوعنا واسمو ابو ابراهيم هو اللي رمى الاول. ومن بعد خلاص بدا الاشتباك. انا اسما بالنسبه ليا واش شفت اسما اخر حاجه شفتها كي صرا لي الاشتباك وبدا الرصاص. انا شفت كاين اللي راهم طايحين من الافراد تاوعنا بصح ما على باليش حي ميت مجروح. بعد بديت نزحف لتحت خاطر انا هما كانوا شويه متقدمين عليا في المكان. بديت نزحف حتى بعد شويه من المكان تاع الاخر تاع الاشتباك. ومن بعد لقيت حذيفه قدامي جاي ثاني من ساحب تبعته. ومن بعد تلاقينا هذو الافراد اللي سلكوا. احنا كنا في ثمانيه يسلكنا بصح واسمو المقداد كان مجروح في فخذ. المهم كمل معانا بالمقداد حتى هبطنا جهة الواد هذاك وقطعنا الواد وريحنا خلاص وطاح بدات الحق المغرب كيما نقولو. ريحنا هكذاك في بلاصة و اسمها اللي يرقد اللي قادر يرقد رقد هكذاك في البرد والاخر. واللي ما رقدش ما من بعد قلنا غدوة من ذاك قلنا لو كان اسما لازم لنا نلقاو نحوسوا على كاش ما نلقاو غار كبير ولا حاجة اسما وين نتخباو لأنه المكان هذا ما وين تروح يلقاوك يعني لو كان مهما اسما ما كانش وين تروح. بعد المكان منين بتنا كي شاف حذيفة المكان هذا لقى الغار بصح كي رجع عند أسامة قال له اسم الغار يقدر باتوا بالك ربع أفراد ولا خمسة باتوا يحفروا ويخرجوا في التراب يحفروا حتى نزادوا له شويه في الليله اللي بعدها دخلنا للغار. هذاك الانجليزي كان زاد بعد اهم سما زاد في الغار سبع ايام ولا ثمان ايام نسيت. ومن بعد مات. الغار كان ضيق بزاف كان كنا لاصقين في بعضنا كي السردين. سما لو كان في الليل كي تكون مثلا يكون صاحبك مكسل رجله ولا الاخر لازم تقول له باش يجبد رجله باش انت تكسل رجلك. دفناه غير ثم برك من خلق سما بعد جبدوه العسكر سما ورينا المكان العسكر وجبدوه ثم برك تحت كي تهبط تحت الغار وتلقى روشيات مع واحد الروشيات ثم حفرنا له ودفناه. اسما دفناها اسما باش لو كان تخليه داخل الغار راح يريح ولا كاش ما يصرى. المهم حنا سمعنا افراد الجيش الهضره تاعهم فوق الغار كانوا يرتبوا رواحهم باش يمشطوا هذيك المال. بعد كيبداو يتحركوا لحقوا عند الغار واحد فيهم سمعناه يقول او كاين غار هنايا او كاين باش لداخل. اسما حنا كنا دايرين باش هكذا
على كي سبت المطر درنا واحد البار، ومن بعد سمعناهم شغل يرتبوا، بداو يرتبوا باش يبداو الرمايه، ولا ما على بالناش اسمها بالضبط واش راح يديروا، بصح شغل حابين يبداو الرمايه. هنا يا عمي عاصم قال لنا نسلموا رواحنا، بصح أسامة كان مركز على الهدرة وشرح واش كاين برا، وأنا كنت اسمها بين أسامة وعمي عاصم. أنا قلت لأسامة سمعت واش قال لك عمي عاصم ولا ما سمعتش؟ قال لي واش راه يقول؟ قلت له راه يقول بلي نسلموا رواحنا. أسامة ثم زاد هضر مع عبيدة، ما شغل سقساه قال له واش تقول، ولا ما على باليش ما ركزتش معاه مليح. من بعد ثم ولا أسامة عيط قال له يا العسكر ما ترميش. ثم العسكر كان شغل ما سمعوش مليح، قال له واش راك تقول، ولا نسيت واش مهم، ولا قال له أسامة قال له شوف لي واحد ضابط ولا اسمه نتكلم معاه باش. من بعد قال له انا قال له انا جا واحد من الضباط قال له ثم بدات ثم قال له خلاص انا عندي اسم انا عاطينكم الامان ما تخافوش. خرج عبيده هو الاول، ومن بعد حذيفه الخطر سما الغار ضيق ما تقدرش تحرك. بعد حذيفة خرج أسامة، من بعد خرجت أنا. أنا مع الأول كنت شغل أنا شغل كنت خايف يضربوني ولا كاش ما يديروا لي ولا. من بعد كي خرجت من الغار لقيت تسمى كي شفت العسكر مديت لهم الجيلي تاعي، كان فيها المخازن والهواتف وهذه الامور. ومن بعد قلت لهم يا اخي ما ديروا لنا والو، قالوا لي رواح ما تخافش ما راح يقيسك حتى حاجه. ومن بعد كي خرجت من الغار خلاص وقفت على رجليا، وانا كنت فشلان ولي خان ما تقريبا ما اسمع قريب تحت اسمع في الارض، ولاو حكموني داروا الاجراءات تاعهم كما يقولوا تاع الاخر، ولاو هما اللي سما رفدوني طلعوني فوق كيف سما كان روشي هذاك واعر كي طلع فوق، رفدوني طلعوني فوق الروشي ومشاوني ما داروا لي حتى حاجه. معامله كانت احسن معامله ما كنتش نتصورها، كنا في حاله يرثى لها يعني كاننا خرجنا من القبر. كنت كأني سما هذيك الصورة قبل ما يحكموني أفراد الجيش، كنت كأني عندي سيطرة، كنت نتخيل وراه ظلمة. من بعد في اللحظة هذيك اللي حكموني وعاملوني هذيك المعاملة وليت سما بانت لي وليت نشوف الضوء مور السيطار ماشي ظلمة، سما كنت هاز الصورة ما بين نادم وما ومستحيل نزيد نعاود نعيش هذيك المعيشة باش نعاود نعيش هذيك المعيشة. معيشة صعيبة وكنا كما يقولوا مغيبين كما يقولوا.